وممكن يكون صداه داخلك او طريقة تفكيرك ممكن تبقى ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بعد الكلام اللي أنا سمعته ده، وأنا بتابع طبعا الموضوع عن طريق الإذاعات والكلام ده، مش من جهة يعني رسمية، وعمال أفكر فعلا في الموضوع تفكير عميق جدا يعني، باعتباري كنت ما قائد الجيش تاني برضو قبل كده، وعلاقاتي بالبدو هناك كانت موجودة. ويمكن في يوم من الأيام وأنا قائد الجيش اتسرقت بندقية من واحد من الخدمات اللي كان جوه في سينا، وعرفنا اللي سرقها واحد من اولاد البدو يعني. فقال يا فندم نروح ونعمل وندمر ايه؟ قلت له لا لا لا، هاتولي الشيخ القبيله عن طريق المخابرات كده. بعته جابوه، قلت له يا شيخ فلان ازيك واخبارك ايه وازي اسرتك؟ تمام الحمد لله. قلت له بص، احنا عايزين نجيب البندقيه، مش هنسأل مين اللي خدها، بس عايز البندقية تجيلي عشان الولد هياخد جزء شديد جدا، زي يسيب بندقيته تتاخد منه. قال لي حاضر. بعد يومين جابوا البندقية، وما سألناش بقى مين اللي خدها، وهم بيحاسبوا نفسهم بنفسهم يعني. فالموضوع ده يعني برضو فكرني بيه. الله، احنا سايبين 3000 واحد زي ما بيقول انور بيه، 3000 واحد يعني كلهم جماعات تكفير وهجره وما اعرفش، وجماعات ايه وجماعات ايه وجماعات كده من زمان قوي عمالين. طبعا ده ناتج ايه؟ ناتج ان كان في مشروع تنميه سينا اللي كان هيتم في خلال 17 18 سنه واتاخر، ما بدأناش فيه خالص. فبدأت سينا فراغ فراغ، يبقى شجع جماعات إرهابية إنها تعيش في سينا وتقوم بعملياتها بقى اللي هي حصلت في طابة وفي شرم الشيخ وهنا وهنا، اللي هم دلوقتي النهاردة اللي ماسكين أولادنا دول بيطالبوا بالإفراج عنهم وإلى آخره. الموقف مؤسف للغاية، لأنه إهانة لمصر أولا، وإهانة للقوات المسلحة ثانيا، والشرطة أيضا، لأنه برضو ماسكين عساكر شرطة عساكر، فهو إهانة. طيب بعد الإهانة دي بقى يحصل إيه؟ لابد، أنا رأيي إن لابد ناخد الموقف ده بعد التفاوض اللي هو تم ولم ينجح، لابد أن نستخدم القوى المسلحة دغري كده بلا نقاش. انا جاي على فكره، وانا جاي في السكه قلت انا اخر حاجه هتكلم فيها ان القوات المسلحه هتدخل وتعمل حاجه، انما بعد ما شاهدت على التلفزيون الاولاد وهم جايبينهم بصوره دي، اهانه تحدي لمصر. ده تحدي واضح واضح جدا. اما ان ادخل هناخد شهداء بس هنقضي على بؤر ارهابيه ايا كان شكلها وايا كان صفاتها وايا كان تبعيتها. أنا شخصياً رأيي هذا بعد اللي أنا شفته. يعني بالنسبة لك المسألة مقسمة لكذا قسم. أيوه. القسم الأول هو تراكم تاريخي، إنه سينا بقت عبر سنوات طويلة مرتع. بالظبط. إحنا عمرنا ما حلينا المشكلة، طول الوقت بنعالجها بمسكنات وعارفين إنه البؤر دي موجودة. تمام. المحور الثاني هو عملية الاختطاف اللي حصلت. أيوة. وحضرتك شايف إن الجزء التفاوضي فيها مهم جداً. تمام. الجزء الثالث هو التحدي من الخاطفين للدولة وللجيش، ده يعني عن طريق الفيديو. الفيديو ده منظر مهم جدا جدا لزاول الامر فيما يتعلق بالامن. الامن هم جهتين، الشرطة والقوات المسلحة. ندي الامر صريح كده للقوات المسلحة وللشرطة، تعاملوا مع هذا الموقف. ده اللي قلناه. وننهي هذا الموضوع بالقوة الجبرية. لا يصح اننا نتفاوض حتى معاهم بعد الاهانه اللي هم عملوها بالاذاعه اللي تمت قدامنا جميعا، ومصر كلها والدول العربيه والعالم كله بيتفرج على التلفزيونات. عايزين ايه بعد كده؟ وتمتد الحمله
مش فقط لهذه الواقعة، لكل المجموعات اللي موجودة. أيوة طيب، خليني أكون من المنطق اللي ممكن يبقى سخيف بس لازم يطرح. يعني في النهاية إحنا قاعدين على المكاتب في استوديو وبنقول إنها الحرب، يعني نعم. بالتأكيد لما في مؤسسة عسكرية بتاخد القرار ده أو مؤسسة رئاسية عندها حسابات أكتر بكتير من الحسابات اللي موجودة على الترابيزة، ولا يا دكتور عماد؟ أكيد مؤكد طبعا ليها حسابات معقدة جدا، بس هشير لحضرتك على حاجتين. إن أنا لازم أفرق بين دولة ولا دولة. دولة مركزية عمرها 7000 سنة، عمر ما حد تحداها هذا التحدي، كان بيتحدي بيضرب ويجري كويس، وبين جمهورية الموز. جمهورية الموز زي كولومبيا يحصل فيها، يعني المشهد اللي أنا شفته بوجود جنود مختطفين من الجيش ومتغميين وبيوصلوا رسائل، أنا آخر مرة شفته في كولومبيا، يعني شفت المشهد في صور جاية من كولومبيا أو في تلفزيون بيصور. دايما الجيش هناك بيتفاوض معهم لأن في حركات يسارية نشيطة وعندها ميليشيا ضخمة. مصر مش كده، مصر دولة مركزية. احنا بنتكلم على هو احنا دفعنا قرابة 100,000 شهيد في حروبنا مع إسرائيل ليه؟ مش عشان حاسب انها دولة وأمن قومي؟ لما أنا دلوقتي عندي سيناء اللي هي على أرضي جنودي وإخواتي بيختطفوا ويتغموا وتحطوا ايديهم فوق راسهم، ده مشهد الاسير. فاحنا عندنا دلوقتي مشهد، انا طبعا اثق تمام الثقه في تقديرات القوات المسلحه، واثق تماما، بس كل اللي بطلبه اللي قاله الاستاذ محمد الاول، المعروف والمشاع واللي واضح لينا لغايه دلوقتي ان هناك شل ليد القوات المسلحه على ان تنطلق بناء على حسابات تتعلق بالامن القومي. احنا عايزين هل حاله الانفعال اللي كلنا فيها دلوقتي والارتباك هي اللي بتخلي الاولويات، بتقول ان اولويات المواجهه المسلحه هي واحد وتتراجع اولويه التفاوض؟ خليني اسال السؤال ده.